وللوقوف أكثر على تداعيات مسيرة العلامة الصهيونية التي سيرت اليوم في القدس المحتلة، ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي. أهلا بك معنا سيد ناصر. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد ناصر. بداية، انطلقت بالفعل مسيرة الأعلام الصهيونية، ما هي الرسالة التي أرادها رئيس وزراء الاحتلال الجديد من أول قرار له بتسيير المسيرة رغم تأجيلها 3 مرات في السابق؟ الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين. سيدي الكريم، حقيقة هناك رسائل عدة، نعم، من وراء إجراء هذه المسيرة. أهم هذه الرسائل هي أن حكومة الاحتلال الجديدة تريد أن تعبر أنها متطرفة أكثر من أي حكومة سابقة، وأن كل الاتهامات التي وصمها بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال السابق بأن هذه الحكومة حكومة يسار، هذه عارية عن الصحة، وأنها ستكون أكثر تطرفا وأكثر تشجيعا للإجرام بحق القدس والمقدسيين. هذا من جانب. من جانب آخر، أرادت أن تقول أنها لن تخضع للمقاومة الفلسطينية، وأن تهديدات المقاومة، على الرغم من أنها خضعت حقيقة وأنها غيرت مسار هذه المسيرة، إلا أنها هي تريد أن تقدم لجمهورها أنها لم تخضع وأنها قامت بإجراء هذه المسيرة رغم كل التحذيرات. كل هذه الأمور تعبر عن أزمات تعيشها هذه الحكومة، التي هي مليئة بالتناقضات، مليئة ب يعني الإضادات فيما بينها. نرى فيها اليمين واليسار واليمين المتطرف، وحتى حزب عربي للأسف موجود فيها، وهذا كله يعبر عن ضعف في هذه الحكومة وعن مشاكل ستواجهها في المستقبل. كذلك لابد من الإشارة إلى أن مسيرة الأعلام بشكل عام، وبعيدا عن الخلافات السياسية بين الأحزاب الصهيونية في حكومة الاحتلال، مسيرة الأعلام هي مسيرة رمزية تقيمها سلطات الاحتلال في كل عام بموعد احتلال القسم الشرقي من مدينة القدس وضمه تحت الاحتلال إلى بقية أرض فلسطين التي احتلت عام 1948. وبهذا فهي تريد أن ترسل رسالة أنها هي المسيطرة على المدينة المقدسة، هي التي صاحبة السيادة في هذه المدينة، وهي التي تقرر ماذا يجري فيها. ولكن في نظري أنا وفي تحليلي أنا أقول كالتالي، أن لو حقيقة صحيح هذا الكلام وأن سلطات الاحتلال هي صاحبة السيادة في المدينة وهي المسيطرة في المدينة، لما احتاجت إلى كل هذه الإجراءات الأمنية وكل هذه الأعداد من جنود الاحتلال ليأتوا ليؤمنوا مسيرة لمواطني دولة الاحتلال فيما تسميه دولة الاحتلال عاصمتها الموحدة، عاصمة موحدة يجب أن تكون آمنة مطمئنة يسير فيها المواطن بكل حرية. نعم. وبكل أمن واستقرار. ولكن الذي رأيناه هو مواجهات عنيفة بين أهل المدينة، بين أصحاب الحق في هذه المدينة، وبين سلطات الاحتلال التي أرادت أن تفرض أمرا واقعا بقوة. نعم. السلاح سيد ناصر. نعم سيد ناصر، في هذا السياق، يعني المواجهات والإصابات التي وقعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني، كيف ترى تعاطي الشباب الفلسطيني في الداخل قبل وبعد عملية سيف القدس؟ حقيقة أن هناك تغير واضح لدى في جرأة الشباب المقدسي بالذات والفلسطيني بشكل عام. رأينا إصرارا ووقوفا في وجه سلطات الاحتلال، يعني تأتي سلطات الاحتلال توجه بنادقها بالقنابل الصوتية، قنابل الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي، توجهه باتجاه الشبان، يعني يتفرقون ثم يعودوا ويتجمعوا في مكان آخر. رأينا الشباب يقتربون من جنود الاحتلال إلى مسافة صفر ويقوموا بصفع الجندي أو بإيقاع الجندي عن فرسه من خيالة شرطة الاحتلال. يعني رأينا أن في كل مواجهة مع سلطات الاحتلال لابد من حصول أمر مخزن لدى سلطات الاحتلال كالذي رأيناه هذا اليوم. ويعني هذا الواقع الذي بدأ يعني يتكرر بشكل
دوري مع سلطات الاحتلال في مدينة القدس. نعم، إذن عبر الهاتف كنت ضيفنا من القدس رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، شكرا جزيلا لك.